ماشي يا اسطى، هتصرف في اي فلوس وهكلمك. يلا سلام. تصرف بقى في اي فلوس ازاي؟ امسك يا رامو ال100 جنيه دي، اديها لعمك احمد البقالي اللي على اول الشارع، وهات الطلبات اللي انا كنت حاجزاها منه امبارح. طب ما تبعتي العفريت يا ماما، العفريت فوق السطح بيحطوا ميه للحمام. فوق السطح؟ ماشي يا ماما هاتي. امسك يا ابني. زي ما بقولك كده اتصرفت في الفلوس معايا اهي. ماشي، المهم ما تاخرش. ايه ده؟ لمكو تسلف في فلوس منين؟ ده محلتوش حاجة. فين يا رامجو الطلبات اللي بعتك تجيبها؟ وايه اللي اخرك؟ اصل يا ماما الفلوس وقعت مني. فلوس اللي وقعت؟ وقعت؟ دي كانت اخر 100 جنيه يا ابني في البيت. بس فداك فداك يا ابني. لا يا ماما، على فكرة لانجو بيضحك عليك، انا شايفه بعينيا اللي تاكله من الدود دول وانا نازل من على السلم كان بيحط الفلوس في جيبه. نعم؟ ما هو لانجو يعمل كده؟ طلع كل اللي في جيبك. حاضر يا ماما. خدي. انا اسف يا ماما.